السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديروا دي ميني بيتزا اللي غادي نحتاجوا لهم 4 ديال الفورس، معلقه صغيره ديال السكر سنيده ومعلقه صغيره ديال الخميره، كاس ديال ياغورت مسوس، تقريبا نص كاس ديال الزيت مخلطه ما بين زيت العاديه وزيت العود، خماره، جوج بيضات، كاس ما عامرش ديال الحليب يكون دافي. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو بصله مشلطه، فلفل مقطع طريفات صغار، صوص طوماط، طون، غادي نحتاجو الملح والابزار والزعتر، فرماج محكوك وزيتون كحل. في كاس ديال الحليب اللي دافي غنديرو فيه الخميره والسكر وغادي نخلط مزيان، وغادي نخليهم يتفاعلوا. في اناء غادي ندير البيض، غادي نديرو الياغورت مسوس، غندير الزيت، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتر. كنخلط العناصر مزيان، كينتجانسو على هذا الشكل. هذا غادي نزيد دابا الحليب اللي مع الخميره والسكر، غادي نخلطهم. غادي نزيد فورس، الخميره ديال الحلوه غادي نخلطهم مزيان. كتجي العجينه بحال شكل ديال الكيكه ولا البيتزا السائله، كتجي على هذا الشكل هكا. غادي نغطيها وغادي نخليها واحد المده ديال نص ساعه. في مقله اللي درتها على البوطه ودرت فيها شويه ديال زيت العود، غادي ندير البصله، فلفله، وغادي نحركهم مزيان ونخليهم حتى يدبلوا واحد شويه. الفلفله والبصله ملي دبلوا بحال هكا غادي نزيد عليهم لاصوص ديال المطيشه، نخلطهم مزيان. وغادي نزيد الملح والابزار والزعتر، ونخليهم يتشحروا غير واحد شويه.
لاصوص ديالنا ها هي وجدات. دابا غادي نطفيو عليها باش نخليوها تبرد. من بعد ما خمرت العجينه درت هاد القوالب فرديه بحال هكا، دهنتهم بالزبده ودرت لهم الدقيق، ودابا غادي نديرو فيهم العجينه. من بعد ما كملنا العجينه في القوالب دابا غادي نديرو فوق منها لاصوص على هذا الشكل هكا، كنديرها الوسط. من بعد ما درنا لاصوص غادي نديرو طون، دابا غادي ندير الفرماج. غندير الزيتون، انا الفران مسخنه على درجه الحراره 180 درجه، غادي ندخلهم وغادي نطيبهم بحال شكل كي كنطيبو كيكه. سكيفي دي غادي نشعل عليهم من التحت حتى يطيبوا، ونشعل عليهم من الفوق باش يتحمروا ما بين 10 حتى 15 دقيقه على حسب الفران اللي عندكم، وغادي نقدموهم ان شاء الله بالصحه والراحه.